هل أنتم جاهزون لسؤال اليوم؟ كي نختبر معلوماتكم عن الأنبياء؟ فلنبدأ. من من الأنبياء كانت لديه موهبة التحدث مع الحيوانات والطيور والجن، ولديه قوة خارقة مع الرياح؟ ليدخل اسمكم بالسحب على $100 كاش يومياً، اعملوا شير للفيديو، تاج بالكومنت لثلاثة من أصحابكم، لايك وكومنت لآخر 3 بوستات، وأكيد فولو لحسابنا وحساب السبونسر.